الشغل وتشي، ترى صار لي 3 سنين ما انبسطت. نص ساعة والشغل عندك بالشركة إن شاء الله. لا تأخر حبيبي. نص ساعة. ألو. هلا ليلى. عسى ما شر، ايش فيك تبكي؟ ايش صاير؟ شلون؟ يبا رايدك لا اعرفه ولا يعرفني. هذا وقته عاد الحين. سمعيني سمعيني سمعيني. لا تبكين ولا قاعد تصرخين. شلون؟ انت على بالك اني انا مت مثل ريالك الثلاثة اللي ماتوا قبلي؟ جاسم انت ايش تبي؟ هذا انت عرفت كل شيء، اني كذبت عليك وقصيت عليك كل هالمدة، خلاص افتك مني ومن غدري وطلقني. اطلقك؟ ما ظنيت انك سامحني عقب كل اللي سويته. افتك من غدري والطلاق يزاي واقل من يزاي بعد. انا ما اصلح لك. ها تبين الطلاق؟ رجع كل شيء. انت ناسي انك اخذتي مني كل شيء؟ باكر تعال بيت اهلي وخذ كل اللي اعطيتك. لا مو باكر، الحين لازم اصفي حسابي. لازم خلها. اقول لك الحين. اول مني. ماني عارفة شنو اللي قاعد يصير. قلبي قارصني. أبوي ما يكذب وحصة أختي هم ما تكذب. لا أكيد أبوي قال هالشي علشان يبعد التهمة عن نفسه ويشغلنا بأي شي ويشربكنا ويبعدنا عنه وعن ليلى علشان ياخذوا راحتهم. لكن لا لا، مدام كذي حشا ما خليهم يتهنون. مريم شو مسهرك؟ اللي مسهرني نفس اللي مسهرك هالحزة.
صباح الخير. هلا صباح الخير. ها وين اشوف بدلتي ثيابك؟ بروح بيت ابوي اخذ كتبي واروح المعهد. انزين ابوي اخاف يسوي لك مشكله من الصبح وتزعلون من بعض. ايش فيها يعني لو ما رحتي المعهد اليوم؟ لا تخافين يا حبيبتي، بروح المعهد لازم اروح، وبروح بيت ابوي ولا اني محاكيته ولا اني محاكيه امرته. زين بعد ماني مطمنه، خل ابدل ثيابي ويا معك. يا معوده ما يحتاج. ببدل ثيابي معك. عساها ما ترد ان شاء الله. الله يسمع منك. ما في شيء، شايفكم واخر خلوني بروحي. يبا هذا دم، انت متعور. مو شغلك، اخذي اختك طلع برا، طلع برا خلوني بروحي. يبا ايش فيك عسل هشام؟ تعال تعال. انت من صدقك وين ما اخذتني؟ خليني اشوف ابوي ايش فيه وصاير له مع ليلى. تطلقت ليلى، تطلقت. شو بالكثر من كذي؟ طاب خاطركم الحين؟ ايش تبون بعد؟ ايش تبون بعد اكثر من كذي؟ واحده معاه؟ اي قطعه. بظل على الشباك. اي شباك افضل. بظل على مدخل الجوازات وعلى بوابه 20 بعد الجوازات. بسلامه. يعطيك العافيه. يلا طيارة أخوي من زمان، طيارة الحين صار لها 10 دقائق الجو، وايد جاي متأخر. يبا عمي ايش تبي من عندك؟ ترى أنا تعبان وما لي خلقكم. اللي تبونه سويته، طلاق وطلقتها. تفاصيل شو اللي صار بيني وبينها مو شغلكم،
لا انت ولا غيرك. عمي حنا من حقنا نتضمن عليك. اسمع، كل الناس تتكلم الا انت. اي انت، لانك انت اساس البلاء. انا اساس البلاء؟ اي من غيرك. يعني كان لازم تقول لي الكلام اللي قلته. انت سويت، انت تدبرت كل شيء. يعني كل الكلام اللي قلته لك حقيقة؟ اي حقيقة. انا طلبتها منك، قلت لك قول لي اياها، طلبتها انا. انا ما ابي اعرفها، ما ابي اعرفها. ليتني خلتني اعيش بوهم، يا ليتني مت قبل اعيش بحسرتي. انا ادري كلكم، كلكم تكرهوني، كلكم كلكم. يبا شو السالفه؟ ايش صاير؟ يبا عسى ما شر. يبا طارق، ترى وعلى الحين سكوتك ما له داعي. اكيد في شيء صاير بين ابوي وبين ليلى، اكيد في سر. نبي نعرف شنو هالسر. اكيد عندك. وش دعوه انا كنت وياهم؟ انت السبب في طلاقهم، مشكور وما قصرت، لكن نبي نعرف السر اللي بينك وبين ابوي لو سمحت. تبي تعرف السر اللي بيني وبين ابوك؟ اي نعم. هذا ابو قدامك، روحي اساليه. يلا حصه، يلا طارق. يلا حصه طارق. يلا يا مريم، يلا. ايش تبي بعد؟ نرقد هني ننام؟ شلون نمشي قبل لا نفهم شيء؟ وش اللي تبين تفهمينه؟ سبب طلاق ابوي. اللي اهم من سبب طلاق ابوك هذا كله خسائركم، خسائر عمي جاسم من وراء هالطلاق وهالزواج هذا. هذا هو المفروض اللي لازم تعرفونه وتفهمونه. هذه كل السالفه، وهذا كل الحكي اللي دار بيني وبين ابوك. ارتحت الحين؟ ولما اكتشفها على حقيقتها وعرف انها تقص عليه طلقها. لا لا، ما اعتقد ان ابوك بيطلقها بهالسرعه ولهالسبب. يعني انا اقول ان ابوك يحب ليلى وايد، ولا يمكن يفرط فيها بهالسهوله. واي واحد يمر بظروفه اكيد بيسامحها على كذبها. طارق، انت خاش عني شيء؟ شخش عندك؟ ابوك مفلوع ومتعور، وخواتك قالوا ان البيت محفوظ فوق حجر. يعني مو معقوله هوشه بين ابوك ومرته تعفس البيت فوق حجر. لا لا لا، في شيء اكبر من كذي. وانا يتراوالي ان اهلها كانوا وياها، والخوف، كل الخوف، ان ابوك طلقها غصب. الله يستر. شو اللي سويته بنفسي؟ شنو هذا؟ انهمت وتبهذلت وانضحك على شيباتي وضيعت كل شيء. وين كان عقلي؟ وين كان عقلي ساعتها؟ وشون سلمت رقبتي لها الغشاشة الغدارة؟ شو أقول حق بناتي؟ شو أقول حق الناس؟ شو أقول حق الناس؟ يبا
روحي دارك يبا، روحي دارك، ماكو شيء، روحي دارك. حاضر يبا، بس ولي سلمك لا تبكي يبا، انت ريال ودموعك غالية. ريال، اللي سويته هذا ما يسوي حتى الياهل. أنا كنت عمي، شوف طريقي، ودفعت الثمن غالي، دفعت الثمن غالي. ما يخالف يبا، ما حد معصوم من الخطا، والحمد لله وشكر صلحت الخطا خلاص يبا. مش عقبه يا مريم، مش عقبه. لفات الفوت ما ينفع الصوت. يا ليتني مت ولا غلطت الغلطه هذه. بهدلت نفسي، بهدلت نفسي. حول ولا قوه الا بالله. هاك يبا، هاك حبيبي شرب شوية ماي بارد. تفضل يبا. بحور الدنيا تقدر تطفي النهار اللي في قلبي يا مريم. سمعي وانا ابوك. تعال يبا، تعال تعال، خلينا قاعدين هنا يبا. تعال زعلف ارتاح، انا اسمعك. اقعدي وارتاح. سمعيني يا بنيتي. سامعتك يبا، قول. اذا انت تعزيني صدق وتحبيني وتخافين علي، وصي خواتك لا يعاتبوني، خلاص لا يعاتبوني بسالفه زواجي وطلاقي. اللي صار صار وانتهى، وانا ابي انسى خلاص. وارثمكم لا تحاتون، بالحفظ والصون موجود عندي، لا تخافوا. حاضر حاضر يبا، على امرك. ما وصيت يا بنيتي، ما وصيش على دروسك وعلى امتحاناتك. انت لازم تنجحين هالسنه وتاخذين الشهاده. الشهاده هي سلاحك بهالدنيا. انا نعشتك اليوم ما عشتك باكر. والفلوس يا بنتي تروح وتيجي. يا ما ضاعت الفلوس، صارت نقمه على راعيها. سليني أنا يبا، أبي أسألك سؤال وبيك تجاوبني بصراحة. ليلى خذت ورث أمي؟ لا 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 لا، ليلى ما أخذت شيء. أيوة لا، شلون دمغ أنا ولا مينونة عشان أعطيها فلوسكم؟ وبعدين الله يهداك يا مريم، أنا موصيك وقايل لك لا تبون طاري الزواج خلاص، لا تبون طاري ليلى. اللي صار صار وانتهى، نسيت. ان شاء الله، ان شاء الله يبا، ولا يهمك. حاضر، ما يصير خاطرك الا طيب. انا الحين بروح داري، واذا بغيت اي شيء ناديني، انا بظل قاعده. تصبح على خير يا حبيبي. انت من اهلي. تجلب بعد بهالسن وتجلب. يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. اسلم ايدك. الا ما قلت لي ايش اخبار ابوك؟ هذا هو ساكت وما يحاكي احد. حتى بين الصج يا منى، العجيبه ان ابوك ما حزن على امك كثر ما حزن على طلاقه وفراقه من ليلى. لهالدرجه تكره ابوي؟ ايش الحكي هذا يا منى؟ اكره ابوك لان اقول الحق؟ الحق ان حزن ابوي مو على فراق ليلى،
حزن ندم على غلطته، على زواجه منها، الله يساعده. والله الله يساعدك انت على طيبه هالقلب. اذا الناس شايفين ابوك 24 ساعه واقف بسيارته جبال بيت ليلى، ينطرها بس تطلع من الباب، لو حتى من بعيد طالعها بس تمقل فيها من الدريشه من اي مكان عشان يرتاح. معقوله؟ معقوله ولا معقوله؟ انا شكو، انا مالي شغل، انا مجرد ريل بنتها المسكينه اللي ما تدري عن ورث امها. جمال ايش فيك؟ هذا وقت فلوس ولا ورث؟ انت مو شايف ابوي والحاله اللي هو فيها؟ وبعدين قول لي ايش حق طارق ما يكلم حصه عن نصيبها مثل ما انت تكلمني؟ لحظه، لا تروحين بعيد، لا تفكرين يوم من الايام اني انا طمعان فيك في ورثك وفي فلوسك. لا يمنى، لا، اذا ابوك بنفسه وهو قايل ومعترف ان ورث امك كله عنده، ليش ما يعطيكم نصيبكم كل واحده فيكم؟ ليش؟ ولا ناوي نويه ثانيه؟ ولا بباله شيء ثاني؟ بتتزوج واحده ثالثه؟ اي ماكو غيرها. على كل سكري الموضوع هذا وكيفكم تنيازون انتم ويا ورثكم. جمال كينا بس كينا. نادر، يا نادر، خير؟ ايش تبي؟ روح نادي ليلى، رجاء لا تجيب سيرة اختي بالشارع. انا اسف، ما دريت انكم يعني ناس محافظين. على كل حال ندش داخل واذكر صاحبة العصمة. صاحبة العصمة قصبا عليك، وبعدين كم مرة أقول لك لا تجيب سيرة أختي على لسانك؟ الحين هي طليقتك، وش أكو يتسأل عنها؟ دش داخل وقول لها إني أنا أبيها. أختي للحين مسافرة. مسافرة؟ وين في؟ وش تسوي برا؟ رايحة تكمل دراستها وتحضر شهادة الدكتوراه، بعدين أنت شكو. أنا شكو؟ اسمع يا نادر، ترى كل شيء وصل حده، واتقي شر الحليم اذا غضب. قول حق اختك لازم نقعد ونتفاهم. شو تتفاهمون عليه؟ لو انا منك ما اهدد، احمد ربك ان اختي سامحتك لو واحده ثانيه. بس كافي، خلاص كافي، علشان تعرف ان اختي راعيه اصل وواجب. قيس بن الملوح. رحت المعهد؟ اي صدق والله، بالمبارك يا اخيتي، بالمبارك. ما تتصورين ايش كثر انا مستانسه الحين. الف الف مبروك. لا حبيبتي طبعا، معقوله انسى؟ مع السلامه عمري، مع السلامه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. من زمان ما شفت هالابتسامه الحلوه. خير ان شاء الله، بشري. مريم نجحت وخذت الدبلوم. الحمد لله، من هالأعلى إن شاء الله. اللهم آمين. إيه هذه الأخبار الحلوة اللي ما سمعناها من زمان، الأخبار اللي تسر القلب. أي والله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وأخيراً نجحت. الحمد لله.
الحمد لله يا بنيتي، الحمد لله بالمبارك. الله يبارك فيك يا ابا يا حبيبي، الفضل رب العالمين ثم لك. الحمد لله والشكر، لو غيرك كان سقطت قعدت بصفها عقب اللي سويته، لكن انت ما شاء الله عليك ذكيه، عشان كذي سامحيني يا بنتي، سامحيني. انا مسامحتك يبا، صدقني مسامحتك، كلنا مسامحينك، اهم شيء انك انت تسامح نفسك. يبا الله يخليك، لا تسوي بنفسك كذي، طالع روحك. ليش تسوي بروحك كذي؟ كبرت 50 سنة لقدام، ليش؟ ماكو شيء يسوى يبا، صدقني ماكو شيء يسوى. يبا يبا ايش فيك؟ عسى ما الشر صاير لك. خير يا طير يا يبا، انت منت اول واحد تزوج وتطلق، هونها وتهون عادي بعد عمري. يبا يا حبيبي امش، خلينا نتغدى مع بعض، انا بنتش بالغدا. ها على فكره ترى انا ماني جايبت لك غداك هني بدارك، لا انا وياك بنتغدى تحت. يلا حبيبي، يلا يا بعد عمري اسمع كلامي، يلا يا يبا انطرك. ها أنا شو ودي أقول يا جماعة؟ ودي أقول إن الزبون لا شرى شيء، وصلوا له الشيء بسرعة، يعني ذاك اليوم بحريب متصل زعلان يقول شاري منكم أغراض ما وصلتني، الله يخليكم لا يتأخر شيء. وأنت يا أستاذ إبراهيم روح المخازن سوي اللي وصيتك وتعالي بسرعة. أستاذ محمد بسرعة تروح مكان ما طرشتك، 3-4 دقائق بالكثير أنت عندي، ترى عندي شغل لا تأخر علي. إن شاء الله بس. تسلم يا أستاذ محمد، مع السلامة. لا إله إلا الله. ياه 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 ياه، شنو هذا؟ شو هالسوالف؟ بعد غسالات يتعب. يا كل هذه تلفزيونات يا يبا، كل هذه تلفزيونات. إيه هذا الشغل بصراحة يبا، بصراحة المعرض أنتيكة على البركة يبا. هذا شيء يسمونك تاجر، مو فاتح لي مكتب دلاله وخدم. انا بصراحه الربع كانوا يطنزون علي ويعايروني. طنزون عليك ويعايرونك؟ وما تستحي يا جليل الحياه تقولها بويه؟ يبا يبا انا مو قصدي الله يهداك، انت تعرفني انا لساني يسمو تفكيري. انزين وما دام انا ماني عاجبك وفاشل على قولتك، يلا ورني مرايلك، ورني شطارتك وذكائك، صير ضابط، صير مهندس، طبيب، محامي، اي شيء عليه قيمه. يبا بالعدال بالعدال، طبيب ولا مهندس، انا خلص الثانويه. زين تعال قول لي، رحت المدرسه؟ طلعت النتائج؟ اوه يبا انا بصراحه رحت المدرسه بس النتائج ما طلعت. يبا شوف انا اتوقع بصراحه ان النتائج بتطلع بعد شهر. شك من عليها الحكي؟ عصام كل المدارس بالكويت والمعاهد حتى الجامعة طلعت نتائجهم، إيش معنى مدرستكم للحين ما طلعت نتائجها؟ يبا يبا أنا إيش دراني؟ إيش دراك؟ اسمع يا عصام، أنا مطرش واحد من اللي اشتغلون عندي بالمعرض المدرسة يشوف نتائجك. لكن يا ويلك يا عصام، يا ويلك إذا سقطت. يبا يبا من رخصتك أنا رايح. أنت انتبه برا. على كل حال استاذ محمد اللي طرشته يروح المدرسه يشوف نتائجك الحين على وصول. يبا يبا هني بالمعرض ما عندك شاش ولا قطن؟ ايش قالوا لك؟ عندي صيدليه، تبي شاش ولا قطن؟ ايش حقه؟ يبا يعني ايش حقه؟ لازم تكون عندك اسعافات اوليه. ما يندرى بعد واحد بهالمعرض يتعور ولا شيء،
ما يندرى يا يبا، ما يندرى ايش بيصير. السلام عليكم. عليكم السلام. ها يبا، رحت المدرسة أستاذ محمد؟ اي نعم. شفت نتيجة عصام؟ اي نعم. زين قول لي، ناجح ولا ساقط؟ لا تستحي، قول الحقيقة، ناجح عصام ولا ساقط؟ ساقط. ساقط؟ ساقط؟ يبا يبا ما 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 عليك منه يبا، هو ما يعرف شيء يبا. احنا عندنا اثنين اسمهم عصام نفس الصف يبا، يمكن واحد فيهم اللي ساقط مو انا. ها؟ مو انت؟ يبا يبا تكفى، اسمعني انت، اسمعني اول شيء بعدين سوي اللي انت تبي، حتى لو تذبحني انا راضي ما عندي مانع. يبا تذكر رميتك اول السنة وقلت لك انقلني من المدرسة بس انت اللي ما رضيت. يبا المدرسة هذول ما يحبوني ما يوطنوني، حاطين دوبهم ودوبي كلهم يا يبا، من الناظر للحارس، واولهم هذا الاستاذ جمال جارنا يا يبا، جارنا، تصور جارنا، يشيش المدرسين علي، قاعد يخرب سمعتي انا وياك يا يبا. يبا تصور، تدري سوى؟ تدري سوى هذا الاستاذ جمال؟ ايش سوى؟ يعني لجنة الامتحانات كان يقول لي انت بتنجح، هه حامض على بوزك انت وابوك الدلال هذا. ها استاذ جمال قال كذي؟ اي يا يبا. هيب